تستقي تصير حكومة طوارئ ما يعوفها عبث، ما يعوفها عبث. كله تخدير هذا الحكومة. وهاي كلها وعود، هاي كل الحكومات اللي مرت على البلد تواعد راح نسوي راح نسوي. شنو مجادي 130 ألف؟ يعني هذا الشعب الطالع شنو على 130 ألف طالع دينار هو طالع عليهن؟ 130 يلا خلي يعطي 1000 دولار، خلي يعطي 2000 ترجع هاي العالم؟ لا صحة لا تعليم لا خدمات. قال بدون هذا المشكلة.